اتفضلي يا وراء. اقدر يا دكتور؟ تمام. تمام، على بركة الله. السلام عليكم، معاكم ولاء سعد، كلية العلوم جامعة أسيوط، ومعايا زميلتي أسماء عطية. هنكلمكم النهاردة عن Modulating the Tumor Microenvironment to Alter Cancer Progression، أي استغلال البيئة الدقيقة للورم السرطاني لتغيير مصيره. والحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة الأوتلاين، هنبدأ بإنترودكشن، تعريف بسيط عن الحاجة اللي هنتكلم عنها، وكمان Understanding the Tumor Microenvironment، هنقدر نفهم باختصار سريع إيه هي البيئة الدقيقة للورم، Mechanisms of Modulation، ودي هتكلمنا عنها زميلتنا أسماء عطية، وإيه هي رابع حاجة الصعوبات والتحديات اللي واجهت الباحثون والعلماء في الفترة الأخيرة، وآخر حاجة Q&A، سؤال وإجابة، لو أي حد عنده سؤال هنجاوب عليه إن شاء الله. وأول حاجة هنبدأ بيها هي تعريف سريع للكانسر، عشان لو معانا حد من تخصصات مختلفة. إيه هو الكانسر؟ ده بيكون عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا في الجسم، وخلاياها لها القدرة على الانتشار في أنحاء الجسم، وكمان بتغزو الأنسجة المجاورة السليمة وبتدمرها. وزي ما احنا عارفين في نوعين من الورم، ورم حميد وورم خبيث. الحميد يمكن استئصاله بسهولة، أما الخبيث فسمي هكذا لأنه ينتشر في الجسم وعلاجه ليس بالأمر الهين. علشان كده تحدث العلماء في آخر فترة عن حاجة اسمها تيومر مايكرو انفايرومنت، البيئة الدقيقة للورم، بمعنى إنهم حاولوا فهم البيئة اللي بتقدر ويقدر ينمو فيها الورم، وإيه الحاجة اللي بتسهل نمو الورم على الرغم من وجود جهاز مناعي، وتوصلوا لأهمية فهم بيئة الورم. إيه هي بيئة الورم؟ نظام بيئي معقد عبارة عن شيء غير متجانس، مكون ليس من خلايا سرطانية فقط زي ما احنا شايفين في الصورة، بل أيضا من خلايا سليمة تسمى استروما سيل، والخلايا المناعية وخلايا تريج، وكمان حاجة اسمها المصفوفة خارج الخلية الـ ECM. بين كل دول بيحصل تفاعل بيكمل كل منهم دوره على حدة، مكمل عمل الآخر. فهم كل مكون من الحاجات اللي ظاهرة قدامنا على الشاشة واللي ذكرناها والفروق الظاهرية هيقدر يساعدنا في فهم الخلايا السرطانية بأنواعها، وكمان مكان وجودها بالظبط وخط سيرها. والأهم من كل ده إن أنا لما أجي أدخل علاج هيقدر يوصل بشكل أسرع، ومش هيأثر على الخلايا السليمة، بل هيكون تأثيره كله على الخلايا الغير سليمة فقط. وأول حاجة هنبدأ نتكلم عنها هي الخلايا المناعية، وطبعا مش هنقدر نكون ملمين بكل المعلومات، فباختصار وسريعا هنبدأ بحاجة اسمها الخلايا القاتلة الطبيعية Natural Killer Cell، ودي بتقدر تتعرف بدورها على الخلايا السرطانية وترتبط بيها وتفرز إنزيمات تلحق الضرر بالأغشية من الخارج لهذه الخلايا. تاني حاجة في حاجة اسمها الخلية التائية، ودي في منها أكتر من نوع في جسمك، في نوع بيهاجم ونوع بيقتل الأجسام الغريبة، وفي اللي بيحفز استجابة الخلايا الباقية، وفي كمان اللي بتقدر إن هي تتحكم في درجة الاستجابة المناعية. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الخلايا الباقية، ودي بتكون مسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، وبتتعرف على مولد الضد اللي بيقدر إن هو يحفز المناعة عشان تقوم بدورها. رابع حاجة هنتكلم عنها هي الدنتريك سيل، الخلايا التغصنية، ودي بتعرض المستضد على سطحها. وآخر حاجة وأعتقد كلنا عارفينها هي الماكروفيج. أول ما بنسمع كلمة ماكروفيج بنعرف إن إحنا بنتكلم عن خلية كبيرة في الحجم، وكمان بنربط الماكروفيج بكلمة بلع لأنها مسؤولة عن ابتلاع الأجسام الغريبة في الجسم. ننقل بقى للستروما سيل، تاني مكون كنا قلنا إن هو موجود في البيئة الدقيقة للورم. وأول حاجة هنتكلم عنها من مكونات الستروما سيل حاجة اسمها ميسنشمال ستيم سيل، الـ MSCS. دراسات كتير جدا في الفترة الأخيرة أجريت على الـ MSCS، وأثبتت مشاركتها في كل خطوة من خطوات تطور الورم من خلال التهرب من المراقبة المناعية، وكمان إن هو بيقاوم العلاج الكيميائي. والمصيبة الأكبر اللي هم مش لاقيين لها حل إن هي بتقدر تساعد الورم في التكيف مع البيئة اللي هو موجود فيها أيا كان. إزاي؟ إن هي بتعمل حاجة اسمها تعديل المستضدات، وبتخلي الجهاز المناعي ما يقدرش يتعرف عليها، بمعنى المستضد لما بيدخل الجسم
ده بيكون حاجة غريبة عن الجسم، فجهازك المناعي بيتعرف عليها بسهولة. هي بتقدر إن هي تلعب في المستضد بشكل ما، وبتخليه حاجة من المكونات الجسم العادية، فالجهاز المناعي لما يشوفها هيكتشف إن هي مش حاجة غريبة، فهيبعد ويشوف حاجة تانية. فهي بكده قدرت إن هي تكيف الورم مع البيئة اللي موجود فيها. طيب، وتاني حاجة هنتكلم عنها هي الأديبوسايتس، الخلايا الشحمية دي بتساعد في تعزيز نمو الورم وحمايته، وده بيكون كمان بتساعده في ان هو يكون من العلاجات تعزيز الورم وحمايته كمان من العلاجات المستهدفة. طب ازاي؟ ان هي بترافق الورم لمواقع بعيدة، يعني بتبقى معاه زي الحارس، بتمشي لو هو رايح من مكان لمكان، وبتقدر ان هي تحميه من العلاجات بتاعته، وبتساعد كمان الورم ان هو يبعد بعيد عن العلاجات المناعية وينتشر في المكان من مكان بسهولة. اخر حاجة هنتكلم عنها هي الـ CAFS، اللي هي الفايبروبلاست، الخلايا الليفية المرتبطة بالورم، ودي بتعمل على نمو الورم وتكوين الأوعية الدموية اللي بيتغذى عليها الورم من خلال إفراز عوامل بتحفز نموه، الخلايا البريستية والخلايا البطنية اللي احنا شايفينهم دول. الفايبروبلاست هو اللي مسؤول وبيساعد في تكوين البيريسايت والإندوثيليال، هو اللي بيساعد في تحفيزهم ونموهم، وكمان بتعمل حاجة اسمها تجميد الماكروفيج اللي احنا لسه ذاكرينه من شوية، بتخليه ما يقومش بدوره. حاجة أخيرة إن هي بتساهم في إعادة تشكيل المصفوفة الـ ECM، ودي هنتكلم عنها وهنقول دورها بالتفصيل بعد لحظات. حاليا هننقل ونتكلم عن ما يسمى بخلايا تريج. خلايا تريج اللي هي الريجولاتوري تي سيل، ومن اسمها عرفنا ان هي مسؤولة عن خروج الخلايا التائية حسب حاجة الجسم ليها، وبتستخدمها الخلايا السرطانية في بعض الوقت عشان تبقى شغالة معاها مش ضدها، من خلال ان هي بتظبط المناعة المضادة للورم. عشان كده التحكم في وظائف خلايا تريج لزيادة الاستجابة المناعية مطلوبة بشكل فعال في مجال العلاج، وده اللي حصل بالفعل، ان هو تم استهداف جزيئات مختلفة من خلايا تريج زي مثلا نقاط التفتيش المناعي الاميون تشيك بوينت، ودي اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في الفيديو السابق، وعرفنا ان الخلايا السرطانية بتدي امر للخلايا التائية بعدم الخروج. طيب ايه اللي حصل وقتها؟ تم الرد على الحاجة دي بحاجة اسمها انهبيتور تشيك بوينت كحل للمشكلة، ولو عايزين تفهموا اكتر ارجعوا للفيديو بتاع المرحلة التانية للمسابقة. حاليا هننقل ونتكلم معاكم عن الـ ECM، المصفوفة خارج الخلية، ودي اللي قلنا ان احنا هنتكلم عنها بعد لحظات. المصفوفة خارج الخلية ما بتأثرش على الورم بس، لا دي كمان بتأثر على العلاج، استجابته للعلاج. ليه؟ لأنها بتتكون من أكتر من طبقة زي ما احنا شايفين، الكولاجين والفايبرونيكين والإيلاستين واللامينين. الـ ECM في مكان الورم بتختلف كتركيب عن الموجودة في الخلايا السليمة، لأنها في مكان الورم بتكون أكثر وفرة وصلابة، فبالتالي بتأثر بالسلب على وصول العلاج لمكان الورم، وكمان بتسبب حاجة اسمها انخفاض الإمدادات بالأكسجين، فبيحصل انخفاض أكسجة وإجهاد أيضي، وده يعتبر طبعا البيئة المفضلة للورم، لأن احنا عارفين إن الورم بيفضل إن المكان يكون انخفاض أكسجة فيه وكمان إجهاد أيضي، وطبعا بتأثر بالسلب على العلاجات فبتخليها مش فعالة. علشان كده في الآونة الأخيرة عملوا على تدمير الشبكات اللي استهلكتها الأورام قبل ما يبدأوا يفكروا في عمل علاج يعالج الورم. أعتقد عرفنا بالرغم من وجود جهاز مناعي في الجسم إلا إن الورم بينمو ويكبر، وده بسبب إنه زي ما في حاجات بتدافع في الجسم إلا إن في حاجات بتهاجم وبتساعد إن الورم ينمو، وما هي إلا حرب شغالة في جسمك، ومين فيهم هينتصر في النهاية؟ أنا عارفة وبعتذر وعارفة إن الجزئية دي معقدة جدا، وعايزة أفاجئكم كمان إن بعد كل الحاجات اللي تم ذكرها وكل الأبحاث اللي اتعملت، إلا إنه الحاجات اللي مش معروفة في الجزئية دي والحاجات اللي محطوط قدامها علامة استفهام كبيرة أكتر بكتير من الحاجات اللي معروفة. طيب تعالوا كده يعني ننسى كل ده ونتخيل ونفترض إننا قدرنا نفهم ده في المستقبل القريب مش البعيد إن شاء الله، وعملنا على إعادة برمجة CAFS اللي هي الخلايا الليفية اللي بتعزز وبتعمل على نمو الورم، وكمان الـ ECM اللي هي المصفوفة خارج الخلية، ولم يكن هناك عائق لوصول العلاج لمكان الورم، هيكون إيه العلاج المقترح الفترة الجاية؟ وده مش أنا اللي هقوله، وهتقوله معانا زميلتنا أسماء عطية. أسماء الميكروفون معاكي، اتفضلي.
السلام عليكم، مع حضراتكم أسماء عطية. هنكمل مع بعض مغامرتنا العلمية داخل الورم السرطاني، ولاء أخذتنا في رحلة داخل عالم غير مرئي ولكنه حاسم في مكافحة السرطان، بيئة الورم، أو زي ما بحب أسميها الميدان الخلفي للسرطان. هنستكشف إزاي ممكن نتدخل في هذا الميدان ليصبح أقل ملائمة للورم وأكثر ملائمة للعلاج. في البداية خلينا أو ممكن إننا نتخيل السرطان هو عبارة عن لاعب في مباراة كرة قدم، لكن المباراة دي مش بتتلعب على ملعب عادي، بل على ملعب خاص بيسمى بيئة الورم. البيئة دي فيها كل ما يحتاجه اللاعب للنجاح، دعم، غذاء، أحيانا حتى مساعدة غير متوقعة من الفريق التاني. دورنا هنا هو تغيير قواعد اللعب. طب إزاي؟ ممكن إننا بعد ما نبدأ إننا نتعمق أكتر في فهم المكونات أصلاً اللي مسؤولة عن تكوين التيومر مايكرو انفايرمنت، ونبدأ إننا نترجت كل جزء منها بشكل منفصل أو بكومباينيشن مع حاجة تانية، هنقدر إننا نسيطر على الورم داخل المريض. خلينا نبدأ. أول حاجة ممكن نعملها هي تعزيز الدفاعات، تعزيز دفاع الفريق بتاعنا. يعني ايه الكلام ده؟ احنا هندرب النظام المناعي بتاع المريض عشان يكون مدافع محترف عن نفسه عن طريق استخدام أدوية. ممكن الأدوية دي تسمى التشيك بوينت انهيبيتور، في منها أنواع كتير، في منها برضو أنواع كمان تم اعتمادها من الـ SBF. ممكن إننا نعتمد على الكار تي سيل ثيرابي، وهو إننا هنبدأ نعمل نخلي الخلايا تي سيل بتاعة المريض نفسه، نزود الإفيكاسي بتاعتها إن هي تتارجت التيومر بشكل مباشر. ممكن كمان نعتمد على الكانسر فاكسين، وتبدأ إن إحنا نساعد الإيميون سيستم بتاع المريض نفسه إن هو يهاجم التيومر سيل بشكل مباشر. تاني حاجة ممكن نعملها إننا نوقف الدعم المادي، قطع إمدادات الغذاء. إحنا عارفين أو قلنا قبل كده إن الورم بيحتاج إلى إمدادات غذائية كثيفة من خلال شبكة أوعية دموية بيكونها حوالين نفسه. لو قطعنا الإمدادات دي باستخدام أدوية مضادة للأوعية الدموية، كأننا بنوقف التغذية عن الفريق المنافس، بالتالي هنقلل قوته، وبالتالي هيساعد في تقليل النمو بتاعه. ثالث حاجة ممكن نعملها هي تعديل ملعب اللعب، إعادة تصميم البيئة، إعادة تعديل المصفوفة الخارجية للورم من خلال استخدام إنزيمات معينة بتبدأ إن هي بتساعد البيئة بتاعة ال بتساعد عفوا الإنزيمات المعينة دي بتتدخل في المصفوفة خارج الخلية، وتبدأ إن هي تقللها أو تشيل بقى الحواجز اللي بين العلاج والورم السرطان، وبالتالي هتخليها أقل ملائمة للورم. الورم ده احنا كأننا بنقول للورم انت غير مرغوب او غير مرحب بيك هنا، فبتبدأ اننا نشيل كل الأغلفة اللي هو حاططها حوالين نفسه عشان نوصل العلاج بشكل أدق ليه. من ضمن العناصر اللي ولاء قالتها لنا من شوية هي الفايبروبلاست، وبالتالي احنا لو بدأنا اننا نتارجت الفايبروبلاست الخلايا اللي فيها اللي هي طبعا بتوفر بيئة داعمة للورم، لو بدأنا إننا نستهدفها ونعطل الدعم المادي الجاي للورم، هنقلل من فرص نموه داخل المريض. خامس حاجة هي الميتابوليك باسوي، طبعا الورم محتاج إن هو يوفر أكل لنفسه. طيب إحنا لو جينا إننا نعطل أو نوقف الباسوي الميتابوليك باسوي بتاعه، هنقلل من الجروس بتاع الورم، وبالتالي هنزود من الإفكاسي بتاعة التريتمنت اللي احنا مدخلينه. سادس حاجة هي استراتيجيات الهجوم أو الجينات والعلاجات الدقيقة. ممكن ننتقل لاستراتيجيات هنبدأ إننا نعيد برمجة الجينات لمهاجمة الورم بشكل مباشر، وكأننا بنوجه استراتيجيات هجومية دقيقة ومصممة خصيصاً للورم.
سابع حاجة معانا هي النانو بارتكلز، وممكن دخل معاها الـ AI. احنا ممكن نستفيد من التكنولوجيا او الـ AI ازاي؟ ممكن اننا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة، وكأننا بنستخدمها في تحليلات متقدمة لتوجيه استراتيجيتنا بشكل اكثر دقة. أما تقنيات النانو فهي زي الأسلحة المتطورة اللي بتستهدف الورم بشكل محدد ودقيق، وبالتالي هتقلل الآثار الجانبية للعلاج، لأن هي بتشيل الورم، وبنبدأ إننا بنقدر إننا نوجهها بشكل دقيق للهدف بتاعنا. تمام؟ من ضمن صفات المنافس بتاعنا إنه عنده نقص أكسجة. نقص الأكسجة ده بيعمل لي مشكلة تانية في علاجات. لما نبدأ إننا ندخل العلاجات للورم، في علاجات بتبقى عندها مشكلة إن هي عايزة أكسجين كتير. طب إحنا أصلا لو غيرنا الطريقة دي ودخلنا أو طورنا علاجات تانية هي أصلا بتشتغل في بيئة أو في ظروف نقص أكسجين، بالتالي إحنا قدرنا إننا نتغلب على المشكلة دي. تاسع وآخر حاجة معانا في الميكانيزم هي الكومباينيشن. بنبدأ ممكن إننا نبدأ نعمل كومباينيشن أو ندمج بين نوعين من الثيرابي، مثلا إيميون ثيرابي مع كيمو ثيرابي، وبالتالي هنقدر إننا نستغل أو نستفيد من الصفات أو المميزات بتاعة كل واحد، وكمان هنقلل من المشاكل السايد إفكت بتاعة الكيمو ثيرابي مثلا، وهنقلل من فرص النكسة للمريض. إيه هي التشالنجز اللي بتقابل العلماء في مجال السرطان عموما وفي التيومر مايكرو انفايرمنت؟ أول حاجة هي التيومر هيتيروجينيتي. الورم نفسه جواه في هيتيروجينيتي عالية جدا، في خلايا متنوعة كتيرة جدا، وكذلك الورم من مريض للتاني في اختلافات كبيرة جدا. مفيش حالتين بيكونوا شبه بعض تيبيكال. تاني تشالنج هو الريزيستنس ميكانيزم. الورم عنده قدرة ان هو يعمل ريزيستنس للدواء اللي احنا مدخلينه ليه. تالت حاجة هي الكومبلكس انتر اكشنز بتوين التيومر وسيل التيومر مايكرو انفايرمنت نفسها. رابع حاجة هي السايد افكت والتوكسيسيتي طبعا. خامس حاجة البنتريشن. سادس حاجة هي regulation والإيثيكال إيشو. طب إيه هي الأوبورتيونيتي في المجال ده؟ طبعا هو فتح يعني مجال كبير جدا، يعني ملاحظينه في الفترة الأخيرة هو البيرسوناليزد ميديسن. تاني حاجة الإيميون ثيرابي إكسبانشن، في تطور كبير جدا في الفترة الأخيرة. كمان في advanced biomarkers development، في biomarkers كتيرة جدا في الفترة الأخيرة. النانو ميديسن طبعا لأنه هو سلاح متطور ودقيق. خامس حاجة برضو الدايجنوزيس زاد، والإيميجينج بتاع الورم إننا نقدر إن إحنا نعمل دايجنوزيس بطرق كتيرة جدا دلوقتي. سادس حاجة هي الكومباينيشن ثيرابي، في كتير بنقدر إننا نعتمد على الكومباينيشن في العلاج مع المريض. آخر حاجة هي ريفرنس لو حد عايز يستزيد من المعلومات. شكرا جدا لحضراتكم على حضور حضراتكم معانا النهاردة، وشكرا جدا لاهتمام حضراتكم، وشكرا لدكتور أسير طبعا. شكرا. أحد عنده أي سؤال؟ شكرا جزيلا ولا واسماء عاشتي ليكم. نفتح باب الأسئلة الآن. ما هي حجم الجسيمات النانوية المستخدمة بعلاج الورم؟ هو الحجم بالظبط ما كانش البحث اللي كان معانا ما كانش محدد الحجم بالظبط، او احنا ما ركزناش في الجزء ده لان كنا مركزين على الجزء بتاع الكومباينيشن وحاجات تانية اكتر صراحة. طيب طالما هو نانو فهو بين من وبين من؟ لما أقول جسيمة نانوية فهي بين من وبين من الحجم مالتها؟ طبعا 10 أستاذ 9% من 1 إلى 100 نانو من متر تقريبا، مو تمام؟
تمام، بالظبط. إذا كويس. سؤال آخر. شكرا جزيلا إلى أعلى صوت الأخ ماكو أسماء، دكتورة أولا. لا يمينا شكرا جزيلا. ماكو صوت. شكرا جزيلا إلى أسماء على الشرح الممتع، والعفو ولا على الشرح الممتع وطريقة العرض والربط بين المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة. بس حبيت أستفسر، أعتقد ولا ذكرتي على البايو ماركر، عندك معلومات أكثر شوية؟ يعني إذا تنطينا شوية معلومات إضافية عن البايو ماركر هذا. يا دكتور حضرتك سامعاني كده؟ أي نعم. اللي انا فهمته ان البايو ماركر فيه اكتر من حاجه، يعني فيه حاليا حاجات بنستخدمها ان احنا نقدر مثلا ندخل الخلايا الدقيقه ونطلعها بره، نخرجها بره، ونقدر ان احنا نزودها بالمكان اللي هي يعني مثلا لو داخله هتحارب ورم معين فاحنا هنخرجها بره وهنعمل منها استزراع وهنزودها ونحددها بحاجه معينه وندخلها الجسم، هندخلها الجسم من مكان احنا عارفينه كويس فين مكان الورم بالظبط زي كده. او مثلا في حاجه اسمها الكارتيسيل استخدموها في الفتره الاخيره برضو، واعتقد ان هم اعتمدوها ان هم برضو بيخرجوا الخلايا الدقيقه وبيقدروا ان هم يعدلوا في الجينات بتاعتها زي ما هم زي ما هي هتدخل تحارب نوع الورم. يعني بعد ما بياخدوا جزء من الورم وبيخرجوه بره ويعرفوا البيئه بتاعته بيبداوا على اساسه يحددوا الخلايا الدقيقه اللي هيدخلوها، فبالتالي الخلايا الدقيقه بتبقى داخله عارفه هي رايحه فين، فبالتالي بتحارب الورم لان احنا اصلا اخدين منه جزء بره وفاهمين الجينات بتاعته وعلى اساسه حددنا الخلايا الدقيقه. شكرا جزيلا، عاشت ايدك على الإجابة الحلوة. طرقت أيضا إلى الإمداد الغذائي، هل عندك معلومة إلى فعلا السكريات يفترض يعني المريض اللي مصاب بالورم السرطاني إنه يوقف أكل السكريات لأنها تعتبر أكثر غذاء مغذي للمرض للعفو للورم السرطاني؟ هو بصراحة أنا ما قرأتهاش في البحث نفسه، بس أنا كنت سمعت فيديو قبل كده كان بيقول إنه السكريات بتدمر الورم أو حاجة بيتغذى عليها فعلا الورم، اللي بالأخص غالبا في نوع سكر هو اللي بيخلي الورم يزيد أكتر أو بيتغذى عليه. كان ذاكر في الفيديو انخفاض الأكسجة وإن البيئة كمان يكون أكتر حمضية وفيها سكريات أكتر، دي 3 حاجات بيتغذى عليهم الورم. شكرا جزيلا، ربي يوفقكم. سؤال من دكتورة سندوس، هل بالإمكان الكشف عن بدء الإصابة بالسرطان؟ في حالة انه بس مش هنكتشف قبل ما هو يكون موجود اعتقد، يعني في مثلا ان احنا بنبدأ نلاحظ عن الجسم نفسه بيبقى فيه مثلا هبوط او شحوب في لون البشرة، او كمان ان المناعة بتبقى قليلة جدا في الجسم وقتها لانها بتبقى استهلكت وابتدت وهي بتحاول تحارب لحد ما الخلايا السرطانية قدرت تتمكن وتبدأ تظهر في الجسم. فلو احنا لاحظنا كل ده وكان الكانسر في المرحلة الاولى هنقدر ان احنا نديله علاج من البداية، وبدل ما هو هيبقى منتشر في الجسم كله هيبقى منتشر في جزء من الجسم بسيط نقدر ان احنا نستحوذ عليه. تمام. أول سؤال بعد، هل هناك فحوصات دورية ممكن إجراءها للكشف عن بدء السرطان؟ هو مش لا هو بس هي ايه بالظبط انا مش متذكره، بس هو هي حاليا في بالحقيقة حاجه الطريقة الوحيدة، هي الطريقة الوحيدة ولا من يعني حتى واحد يعرف بعد الشر عن أي شخص، انه لازم تكون اكو فحوصات دورية، لانه مثل ما قلتي بإجابتك للسؤال السابق انه ما ممكن الكشف الا بعد ان يصير، يعني ماكو طريقة انه قبل لا يصير انا اتوقع، لا عادة يتم الإصابة. ومشكلته انه هو ليش خبيث؟ لانه ما يظهر العلامات الا في مراحل متقدمة، لذلك الفحوصات للأسف. الدورية ممكن انه تساعدنا على الاكتشاف بالمرحله الاولى مثل ما قلتي بجوابك السابق، حتى ممكن يكون اكو علاج ممتاز لها. حاشت ايدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتوره زينب. إذا عليكم تسمح لي السلام. دكتور أثير بمداخلة، تفضل يعني. ناخذ عفوا البريست كانسر كنموذج، إنه وجد العلماء إنه هناك بعض الجينات الهير جينز يسموها
انه هذا المرأة اللي عندها هذه الجينات اللي هم وجدوا انه اغلب يعني المرضى اللي عندهم بريست كانسر عندهم هذه الجينات. اذا فحصت المرأة مثلا اذا كان في عائلتها اكو هيستوري لهذا المرض واجت فحصت ولقيت هذه الجينات موجودة عندها، فهي تكون مور برون يسموها انه هي محتمل انه تصاب بهذا المرض، فيعني اكو جينات. الشيء الاخر هو الفحص الشعاعي الماموغرافي اللي ينصحون الأطباء إنه بعد عمر الـ40 المرأة تسوي فحوصات دورية، تروح تاخذ أشعة للصدر، عفوا يعني للثدي نفسه بجهاز خاص، في حالة وجود إذا كان أكو ورم، أكو كتلة، أكو تغيرات في التركيب النسيجي للبريست، وبالتالي راح يكتشفون إذا سوت هذه الفحوصات بشكل دوري راح يكتشفون. مسألة الجينات أيضا ممكن راح تخلي المرأة تكون حذرة أكثر. الشيء الآخر طبعا هو بالنسبة لكل السرطانات هو اللايف ستايل الصحيح، يعني الهيلثي دايت، الرياضة، عدم التدخين، عدم شرب الكحول والعياذ بالله، ومن هذه الأمور يعني الممارسات اللي هي تكون سبب رئيسي بعدة أمراض يعني وليس في السرطان فقط. حبيت بس أذكر هذه المعلومة وشكرا جزيلا لكم. الله يخليك دكتورة. هو يعني جمالية الأولمبياد وهذه المحاضرات الرائعة بهذه التداخلات اللي ممكن أنه تعلمنا كثير وتفهمنا كثير، يعني حتى لو مو محترف. أنا عندي سؤال للدكتورة. يلا بالعكس، ها يلا. دكتور، أنا مع حضرتك جدا في حتة الجينات، بس إن هو فعلا الجينات ممكن تخلي الشخص مثلا في العيلة معرض للإصابة. بس الحاجة التانية اللي حضرتك قلتيها ما فهمتهاش قوي، إن هو فوق سن الـ40 بيروح يعمل إشعاع على منطقة الثدي. طيب، هو هل الإشعاع ده هيعمل أو هيبين إذا كان فيه أو مفيش، وهيضر حاجة تانية؟ لأن هو في الأول وفي الآخر إشعاع، فهل أنا مضطرة إن أنا أروح أعمل الإشعاع ده عشان أعرض نفسي لحاجة خطر مقابل إن أنا أعرف إذا كان هيبقى عندي ورم أو لأ، ولا هو بيكون إشعاع آمن؟ لا، أولا هو يكون إشعاع آمن وهو تمام يصير بشكل دوري يعني كل 6 أشهر أو كل سنة، يعني مو تمام كل شهر مثلا حتى تقولين إنه أنت راح تتعرضين لإشعاع يعني عالي وإشعاع مستمر. تمام يا دكتور، عفوا، فهمت حضرتك، واضح شكرا. صوتي حبيبي؟ واضح و واضح، فهمت حضرتك يا أي دكتور. نعم. وبالنسبة لي طبعا لأنه يعني هي نتيجة لبحوث يعني أكيد يعني معلوماتهم شلون احنا نقول يعني طلعت بنتيجة انه بعد سن الـ40 ممكن الانسان يصاب بالسرطان اكثر من غيره وخصوصا البريست كانسر. ده يعني فعلا هو مثلا كلامك حلو. التأخر في الانجاب، عدم الزواج، عدم الارضاع، تعرفين هذا الشخص اذا يدخن فأكيد يعني لسنوات كثيرة هو يدخن أو عفوا يشرب أو اللايف ستايل مالته مو صحيحة عموما يعني، فهذا بمرور الوقت والتراكمات راح يسبب له أمراض. فينصحون إنه بعد سن الـ40 المرأة تروح تسوي فحوصات دورية للثدي، فحص سريري وفحص أيضا للماموغرافي يسمونه اللي هو إشعاع آمن لمنطقة الثدي. تمام يا دكتور، جزاك الله خير، شكرا على المعلومة، شكرا جدا. أهلا وسهلا عزيزتي. وهذا طبعا في شيء كلش ضروري، يعني احنا اكتشفنا اكو اشخاص يعني جتهم توصيات من الاطباء انه يروحون ويسوون فحوصات وهم هم لو الموضوع، وللاسف الشديد يعني بعد فتره اكتشفوا انه عندهم بريست كانسر وكانت المراحل متقدمه. فالشخص لازم يدير باله يعني، وخصوصا مثلا السمنه اذا تشوف واحده من الاسباب السمنه، لأن هو ترى يعني السكري، الضغط، ارتفاع الضغط، خربطة بالهرمونات، تصير عند المرأة أكثر شيء، يعني كل هاي الأسباب تخلي الشخص يجب أن يحرص ويسوي هذا الفحوصات بشكل دوري. شكرا جزيلا. عفوا عفوا، شكرا يا دكتور زينة. شكرا لك حبيبي، دكتورة، شكرا شكرا، بنات أسماء وولاء، وكل التوفيق لكم يا رب.